أخبار اليوم. بالأخبار المسائي العامة وعامها الأول كان اللقاء مع معالي الوزيرة نبيلة مكرم. برحب بيكي في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا وكل سنة وأنتم طيبين. حضرتك توجهي كلمة للأخبار المسائي النهاردة في عيدها، هتقولي لهم إيه؟ لا طبعا أنا حرصت النهاردة أن أكون موجودة علشان يعني عيد معاهم وأفطر معاهم. بالعكس يعني جريدة الحقيقة بتنقل الحقائق للمواطن، جريدة حيادية، جريدة بتؤثر على الرأي العام. مهم جدا الإعلام يكون بهذا الشكل من الواقعية والمصداقية للمواطن. بالعكس بهنيها بطبعا طلوعها درجات أكثر وأكثر تقدما في مجال الصحافة، ودايما في تقدم مستمر. برحب بيكو دايما معانا دايما. أشكرك. ميرسي.